بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع. لا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مقامة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويمشون بغير هدي، يعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الصحابي الجليل، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الأجر والثواب، وعن الأعمال الصالحة، وهذا لا شك أنه مطلوب أن تسأل عن الخير وأن تتعلم ما فيه الخير، والصلاة شيء مطلوب، لكن لا تقتصر عليه، بل تعرف ضده، ضد الخير، لئلا تقع فيه. يجب عليك أن تتعلم الأمرين، أن تتعلم الخير، الأعمال الصالحة، وكل ما يؤدي إلى الخير، إلى الأعمال والأقوال والعقائد وغير ذلك، ولا بد أن تعرف ما يضاد ذلك ويخالفه حتى يسلم لك هذا الخير. لأنك إذا اقتصرت على تعلم الخير ولم تتعلم ما يقابله ويضاده، فربما أنك تقع في أشياء تذهب بهذا الخير وأنت لا تذهب. فمثلا إذا تعلمت التوحيد، راد الله بالعبادة، فلا بد أن تتعلم الشرك الذي هو ضد التوحيد، وهو عبادة غير الله. وكيف تكون عبادة غير الله؟ لأن الإنسان قد يعبد الله ويكثر من العبادة، لكن لا يتجنب الشرك، خصوصا وأن كثيرا من الناس يقعون في الشرك، وهناك دعاة إلى الشرك، ربما أنه يقع في شيء من الشرك يظنه خيرا، لأنه لبس عليه ظنه خيرا، هذا الشرك يبطل عمله وهو لا يدري. فلا بد أن تتعلم الخير، وإلى جانبه تتعلم ما يضاده ويخالفه. وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم كثير من الجهال أو المضللين والمغرضين، الذين يقولون
علموا الناس التوحيد وعلموهم الصلاة وعلموهم أفعال الخير، لكن لماذا تعلمونهم نواقض الإسلام، تعلمونهم الشرك، تعلمونهم عقائد الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم؟ لماذا لا تقتصرون على العقائد الصحيحة وتتركون بيان العقائد الفاسدة؟ وهذا جهل أو تضليل، لأنه لا يكفي تعلم العقائد الصحيحة، لا بد أن نعرف أيضا العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها ونجنبها أولادنا وإخواننا. ولذلك العلماء ردوا على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى المخالفين، وهذا شيء موجود، ولو أنهم سكتوا عن أهل الضلال ولم يردوا عليهم لراجت أفكارهم، راجت شبهاتهم، ما قالوا نقتصر على معرفة الخير فقط، بل وعرفوا الناس الشر من أجل أن يجتنبوا. تجد الآن كتب العقائد خصوصا الموسعة تجد فيها بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها وإيراد الشبهات التي يدعي بها أهل الشر لأجل الرد عليها، لئلا يغتر بها من لا يعرفها. وإن كان من أهل الخير، لأن الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع فيه، لهذا يقول الشاعر: تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لكن لتوقيه. ومن لا تارة يأتي خير تارة يأتي شر ويتعاقب هذا وهذا على الناس ابتلاء وامتحان، فلا بد أن يكون المسلمون على استعداد، لا بد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشر، لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه ويزينونه بزخرف القول وبالعبارات الرنانة، ويسمونه بأسماء مغرية. فلو لم تعرف هذه الشبهات وهذه الدعوات الضالة لأوشك أن هذا يروج عليكم تقبل. فهذا هو الحكمة من أننا نتعلم الخير ونتعلم الشر، يعني نتعلم ما يضاده وما يخالفه حتى نسلم منه. هذا حذيفة رضي الله في هذا الحديث الصحيح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: لماذا تسأل عن الشر؟ الإنسان على خطر، ما يزكي نفسه ولا يقول: أنا عرفت الخير يكفي، بل لا بد أن يعرف هذه الأمور لخطرها ولتكررها على الناس، حيث تأتي وتنقطع بل تبقى. الآن في من يدعو إلى مذهب الجهمية، في من يدعو إلى مذهب المعتزلة، في من يدعو إلى القبورية، في من يدعو إلى الصوفية، في من يدعو. فلو لم نتعلم الرد على هؤلاء ونعرف شبهاتهم لراجت هذه الأمور ولذهبت السنة، ولذهبت السنة. لابد من المقاومة.
لا بد من معرفة المرض ومعرفة علاجه، هذا لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بما يكون، وهذا من علامات النبوة، حيث إنه صلى الله كتاب الله وسنتي، وسيأتي في الأحاديث حالة الغربة في آخر الزمان وما لهم من الأجر. فملازمة جماعة المسلمين هذه عصمة، أما من شذ عن جماعة المسلمين فهو على خطر وعلى سبيل هلاك. أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يعني بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولي أمر المسلمين. والجماعة لا تكون إلا بإمام، لا بد من الإمام، ما تكون جماعة بدون إمام يقودهم ويحميهم ويدير شؤونهم، لا بد من إمام يرجعون إليه. أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا فيه نجاة من الفتن، وهذا إذا تأملته وجدت مطابقته لزماننا هذا، وما يأتي الله أعلم ما يأتي بعده. الآن الفتن كثيرة وشديدة، والدعايات المضلة كثيرة، وسائل نشر الشر توفرت وتساهلت، صار الشر يروج بسهولة وسرعة، دعاة الضلال على قدم وساق، في الفضائيات، في الإنترنت، في الكتب، في يروجون الشر والضلال، ويحرضون على الفرقة وعلى الاختلاف، ويدعون إلى حرية الرأي، حرية الكلمة وما أشبه ذلك، يريدون أن يفككوا أوصال المسلمين. فإذا لم يكن عندك خبرة هذا الأمر وقعت في الهلاك إلا من رحم الله، فعليك أن تلزم جماعة المسلمين. الحمد لله أنت في دولة مسلمة ومع جماعة من المسلمين لهم إمام، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه البلاد. ما في بلاد أخرى ولا فيها إمام ولا فيها كما تعلمون، لكن هذه البلاد الحمد لله ما زالت باقية على الجماعة وعلى الإمامة. فنحن على نعمة عظيمة، لكن لا تنسوا أن الأعداء يحذرون لهذه الدولة ولهذه الجماعة، يريدون أن يزيلوها من الوجود حتى تكون مثل البلاد الأخرى، ألا يبقى أمامهم شيء يمنعهم. أن نكون على حذر من هذا، أليسوا جندوا من أبنائنا من يفجرون، من ينتحرون، من وش الغرض من هذا؟ الغرض من هذا شق نار الفتنة وتفريق هذه الجماعة وإزالة هذه النعم، هذا هو الغرض. يسمون هذا الجهاد، يسمون استشهاد في سبيل الله، هذا من زخرف القول والترويج للباطل. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، حذرنا منها قبل وقوعها. كل ما حدث شيء من هذا يكون عندنا منه خبر معرفة، وكيف نقاومه وكيف نسلم من شد. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن السلام من الفتن إذا حدثت تكون بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. ومن يشاقق الرسول ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، ما دام المسلمون على طريقة أو على سبيل تكون معهم، فإن خرجت عن ذلك فأنت متوعد بأن يصليك الله جهنم ساءت مصيرا. قال حذيفة: يا رأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ وين ألجأ؟ وين أروح؟ قال: اعتزل، لا تدخل مع هذه الفرق، لا تدخل مع هذه الجماعات الضالة، لا تنخدع بها، خليك وحدك، تمسك بكتاب ربك وسنة نبيك ولو أنك وحدك. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الحاصل أن هذا فيه التحذير من اتباع الفرق الضالة المنحرفة. فإن وجدت جماعة للمسلمين وإماما لهم تكون معهم، إذا لم تجد إنك تعتزل هذه الفرق. وذكر صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنها تكون فتنة عمية شديدة والعياذ بالله، مظلمة، فتنة عمية شديدة مظلمة. وإلى جانبها دعاة يدعون إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. ما يقولون تعال إلى جهنم، تعال إلى النار، يقولون تعال إلى الجنة، تعال إلى الخير، إنا نحن مجاهدون، نحن ندعو إلى الله، لكنهم بالواقع دعاة إلى جهنم، دعاة إلى جهنم، من أطاعهم قذفوه فيه. قال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. يعني ما هم يجون من الخارج ولا من الدول الأجنبية، من أبنائنا، من أبنائنا. وأيضا يتكلمون بألسنتنا اللغة العربية لأنهم منا، هذا أشد. لو كان الداعي إلى الضلال قديم من الخارج أو من دول كافرة عرفه الناس ولم يثقوه، لكن المشكل إذا كان من أبناء المسلمين، من أولاد المسلمين، ويتكلم باللغة الفصحى، يتكلم باللغة الفصيحة، لغة العرب. فهذه تعظم المصيبة عند ذلك. هذا تفصيل من الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في الحذر من هذه الفتن وهذه الشرور، وأن تلزم ما عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا تلتفت إلى هذه الفتن ودعاتها، لا تلتفت إليها، احذر منها. فإذا كان هناك جماعات متعددة وهنا جماعة على الحق فكن مع الجماعة التي على الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحى. هذه فرقة الناجية، 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 73، واحدة، وهذه الواحدة هي ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الناجية. فإذا تريد النجاة خلك مع هذه الفرقة ولا تغتر ببقية الفرق. نعم.
ثم قال رحمه الله وزاد مسلم ثم مالا قال ثم يخرج الدجال معه نار ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وقطعه وزره ومن وقع في ناره وجب وزره وقطع أجره قلت ثم مالا قال هي قيام الساعة. نعم من الفتن الشديدة ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان وهو من علامات الساعة وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب لكثرة كذبه الدجال هو الكذاب كثير الكذب وهذا الرجل يظهر في اليهود يظهر في اليهود وهو الذي ينتظره اليهود يخرج فيهم ومعه فتنة عظيمة معه صورة جنة وصورة نار صورة جنة صورة نار فالنار التي معه هي الجنة والجنة التي معه هي النار هذا دليل على أن الإنسان ما يغتر في الزخرف وزخرف الشيء يصور أنه جنة وهو في الحقيقة نار والحق يصور بأنه نار وهو جنة وهذا فيه التحذير من الدعايات المضللة وأن الإنسان ما يزهد بالحق ولو أن الحق ولو أن الحق لبس عليه ووصف بالتأخر والرجعية والجمود وكذا وكذا الحق هو الحق والباطل هو الباطل ولو وصف بالتقدم والحضارة والرقي هو باطل الدجال يأتي في آخر الزمان معه فتن عظيم ويغتر به كثير من الناس وينخدعون بما معه من الفتن ولا يسلم إلا القليل من شره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء كلهم حذرون من المسيح الدجال وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة في كل صلاة التشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يحصل على المسلمين منه شدة حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويريح المسلمين من شره هذا من علامات الساعة خروج الدجال ونزول المسيح من علامات الساعة الكبار الحاصل أن من الفتن العظيمة ظهور الدجال نعم والمشكلة أنه يأتي على كل البلاد ما عدا مكة والمدينة لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة ولكن من كان فيها من أهل الضلال يخرج هذه المصيبة من كان عنده نفاق عنده شر ولو كان في مكة ولو كان في المدينة يخرج إلى الدجال ويتبع نعم
وقال أبو العلي تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا تغفوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تفرقوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. الأب العالي من أئمة التابعين يوصي بوصايا عظيمة، يقول أوليا تعلموا الإسلام، اعرفوا الإسلام، ما يكفي أن تقول أنا مسلم ما تعرف الإسلام، لا بد أن تعرف ما هو الإسلام، ما هي أركانه وما هي نواقض الإسلام حتى تكون على بصيرة. هذا معرفة الإسلام، تعرف معناه وتعريفه وتعرف أركانه وتعرف مكملاته ومناقضاته ومنقصاته حتى تكون على بصيرة. وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله. هذه واحدة. الثانية يعني إذا تعلمتموه عرفتموه عليكم بالتمسك به، ما يكفي أن الإنسان يكون عالم، بل يجب عليه أنه يعمل بعلم، يعمل بعلم، وإلا كثير من العلماء أهل ضلال ظلوا وهم عندهم علم. اليهود علماء أحبار وظلوا كفروا. ما يكفي مجرد العلم، لا بد من التمسك بالحق والثبات عليه والصبر، والصبر عليه مع العلم، علم وعمل. هذه الثانية، أوصى أولا بالعلم ثم أوصى بالعمل بالعلم والثبات عليه. الثالثة الصراط المستقيم، قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان ولا انحراف، هذا هو الصراط المستقيم. أمرنا الله بأن نتبعه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط، أن يعرفنا به وأن يثبتنا عليه. ما هو الصراط؟ الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويراد بالصراط أيضا القرآن، ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، كله صحيح. الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن، كله صحيح. الواجب أنك إذا عرفت الصراط أن تسير عليه وتتمسك به، ولا تظن أنك تبي تسلم، لا بد من الفتن، لا بد من الابتلاء والامتحان، لا بد، فعليك بالصبر وعدم الرغبة عن الصراط المستقيم. هذه الوصية الرابعة، أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت عليه فلا تنسى دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم. ولهذا قال جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسيأتيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، ضرب مثلا للصراط المستقيم ومثلا للسبل التي تتفرق. سيأتيكم أن الرسول ضرب لهذا مثلا واضح. نعم، هذه أربع وصايا من أبي العالية: الأولى العلم بمعرفة الإسلام، الثانية الثبات عليه وعدم الرغبة
عنه. الثالثة معرفة الصراط المستقيم، ألا أن تدعو الله أن يهديك؟ ما الصراط المستقيم؟ تدعو بشيء وما تعرف معناه، لا بد تعرف معناه. الرابعة أن تحذر من الأهواء، تحذر من الأهواء، اتباع الهوى، لا تتخذ إلهك هواك، بل اتخذ الحق هو هواك، الحق هو هوى. قال صلى الله عليه وسلم، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان هواه تبعا لما جئت به، تبعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يتبع الحق ولو خالف هواه، لأن المصلحة في اتباع الحق والمضرة في اتباع الهوى. والله أخبر أن أهل الضلال اتبعوا أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأنت تقبل الحق سواء وافق هواك أو خالف هواك، فإذا خالف هواك فالعاقبة حميدة، العاقبة حميدة. أما لو اتبعت هواك وتركت الحق العاقبة سيئة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى ماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا وما فيه من الفوائد العظيمة. نعم، هذا تعليق من الشيخ رحمه الله. نعم. ما جل وعلى الزمان الذي يقدر فيه من الأموال. إيه نعم، زمان أبي العالية ما هو زمان التابعين، كيف بزماننا هذا؟ أبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ أشد خطر. نعم. الذي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. إيه نعم، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعداء. أعرف الإسلام، أعرف الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو السنة، الإسلام هو السنة، هذا هو الإسلام، السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخوفه على أعمال التابعين. تفسير الإسلام بالسنة والإسلام، السنة والإسلام، هذا تفسير الصراط يعني. نعم. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من القرون عن السنة والكتاب. إذا كان خاف على أعلام التابعين فكيف بنا نحن؟ الخوف علينا أشد. نعم. يتبين لك معنى قومه تعالى إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل. هذا هو الإسلام، الإخلاص لله عز وجل، الانقياد لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، يقول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وآله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. نعم. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام، وصية يعقوب وهو إسرائيل، إسرائيل حفيد إبراهيم، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، أو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
كل منهم وصى ذريته بالتمسك بالإسلام، وأنتم من ذريته، أنتم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد وصاكم إبراهيم بهذا، صابها إبراهيم وبنيه، أنتم من بني إبراهيم، الوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة، صابها إبراهيم وبنيه، ووصى بها يعقوب بني إسرائيل اللي هم اليهود والنصارى. الله وصى بهذا العرب والعجم، وصاهم جميعا على لسان إبراهيم وعلى لسان يعقوب عليه السلام. إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم، أي نعمة عظيمة، بينما أكثر البشر على الضلال، وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم، وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ودينكم أفضل الأديان، هذه نعمة عظيمة، اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه المهمة، معناها أنك تثبت على هذا الدين حتى يأتيك الموت، فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء، أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء. العبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة التي تموت عليها، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثبتوا، هذا فيه الحث على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه، لا تتركه أبدا. نعم. فقوله تعالى: ومن يرى عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه. من يرغب، هذا إنكار، هذا استفهام استنكار، لا يرغب أحد، يعني لا يترك أحدا ملة إبراهيم، إن كان يريد النجاة لنفسه فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من سفه نفسه. السفاه معناها الخفة، خفة الشيء وضياعه، فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وأهلكها، وأعد شيء عند الإنسان نفسه، فإذا خسر نفسه، لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فكيف الإنسان يخسر نفسه؟ نعم، إذا ترك ملة إبراهيم خسر نفسه، هذا هو الضابط. نعم. وأشباه ما هي أصول الجبال التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. أشباه هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، والناس أكثرهم في غفلة عنها، في غفلة عنها، لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها قليل من يعمل بها، وإذا عملوا بها قليل من يثبت عليها، فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى اهتمام، ولا يثق الإنسان من نفسه أو يأمن من الفتن، يخاف من الفتن ويتجنبها، ولا يكون إما مع الناس بل يكون مع الحق دائما وابدا، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإن وافق فالحمد لله، وإن خالف فإنه يتركه. نعم. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. نعم.
وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويغزها في قوم كانوا فباله آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها ويتفقه فيها ويعمل بها هذا على طريق نجاة على طريق سلامة. وأما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن ما يتأملها ويتفقه فيها أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف فهذا حري أن يكون مع الهالكين لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة. والإنسان ما يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بدينه لأن الإنسان بشر عرضة للفتن عرضة للإنسان ضعيف. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هم راسخون في العلم على هداية يخافون من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان يكون على خوف وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة. أما إذا أمن فإنه قد يقع في الهلاك وهو لا يدري. قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله جل وعلا يمكر بأهل الشر بمعنى أنه يستدرجهم يمكر بهم بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم عقوبة لهم. فمكره جل وعلا بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا يتنبه له. هذا المكر وهو من الله محمود لأنه جزاء لأنه عدل. ما يمكر بأحد إلا وهو يستحق. ما يمكر بالصالحين وإنما يمكر بأهل الشر. ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله مقابلة والجزاء من جنس العمل. ولما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أو سجنه يريدون قتله أو سجنه أو طرده مكر الله لرسوله وأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختفى فيه. لما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد المسلمين وقامت دولة الإسلام. الله مكر بالكفرة من حيث لا يشعرون مكر لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمكر الله بحق لأنه عدل ولا يمكر إلا بمن يستحق المكر. أما المكر من الخلق فإنه مذموم لأنه مكر بمن لا يستحق مكر بمن لا يستحق. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللي قلت لكم انه سياتي يفسر به الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا بمثال محسوس خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال بمستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سميع الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قالوا أحمد والنسائي. نعم على كل سبيل شهاد الدعاة الذين مر ذكرهم في حديث فليلة دعاة على أبواب جهنم هم هؤلاء على كل سبيل شيطان يدعو إليه يخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السبل هؤلاء هم دعاة الضلال هم الذين من جلدتنا هم يتكلمون بألسنتنا وهم الدعاة الذين على أبواب جهنم لأن هذه السبل تذهب إلى جهنم فهم دعاة على أبواب جهنم هذا فيه التحذير من دعاة الضلال. نعم ما قال رحمه الله باب ما جاء من غربة الإسلام وبرض الغرباء. نعم الإسلام بدأ غريبا أول ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة لما بعثه الله قال له كن فأنذر قام وحده صلى الله عليه وسلم قوله تعالى مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أول ما تظهر واحد غصن واحد ثم يفرق أخرج شرقه يعني فراخا فآزره يعني قواه الزرعة إذا ظهرت فراخا تقوى يصير لها جذع يصير لها أصول تقوى بدل ما كانت قصبة واحدة صارت عدة قصبات متجاورة تقوى بهذا أخرج شطأه فآزره يعني قوى فاستغلظ بدل ما كان ضعيف في الأول صار قصبات ثم ظهر عليه السنبل فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق جمع ساق وهي القصبات هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يغيظ بالصحابة الكفار أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة أنه كاذب أو ليغيظ بهم الكفار فقالوا هذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم انه كافر ليغيظ بهم الكفار. نعم وقوله تعالى فلولا كان من الحروب. نعم باب ما جاء في غربة الاسلام وبرض الغرباء. نعم غربة الاسلام اول ما نشا وفي اخر الزمان يعود غريبا يعود غريبا ويكون المتمسكون به غرباء مثل ما كانوا في مكة في أول البعثة. نعم وقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه الآية فلولا هذا معناه حل هل كان من القرون يعني من الأمم من قبلكم لما ذكر سبحانه هلاك الأمم في سورة هود قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه دل على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجو إذا جاء العذاب
ينجو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأما الذي لا يأمر ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين، يهلك مع الهالكين ولو كان صالحا، لكن يبعثه الله يوم القيامة على نيته كما جاء في الحديث. إذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا قليلا ممن أنجينا. قولوا قليلا، هذا هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء. هذا وجه سياق المصنف للآية في غربة الإسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريما وسيعود غريما كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. نعم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه التحذير مما يحصل في آخر الزمان، فهو خبر لكن معناه التحذير والحث، تحذير والحث على التمسك بالإسلام ولو كان أهله قليلين أو مستضعفين. بدأ الإسلام في أول الأمر حينما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم غريبا، لم يكن مع الرسول إلا رجلان، حر وعبد، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وسيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ، ولو كان الذين يدعون الإسلام كثيرون يبلغون المليار أو أكثر، لكن الإسلام الصحيح غريب، غريب بين الذين يدعون الإسلام، فكيف بالكفار؟ المسلم الصحيح غريب بين من يدعون الإسلام. ليست العبرة بالكذا، ولكن العبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة. وإلا ما الذين يدعون الإسلام كثيرون، لكن المسلمون بالمعنى الصحيح الذين على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قليلون، غرباء حتى بين المسلمين. نعم. رواه أحمد بن خليل بن مسعود رضي الله عنه وبين بين من الغرباء وعن رواه بن الخليل. وكلمة طوبى، فطوبى للغرباء، هذا ترغيب، هذا ترغيب في أن يكون المسلم مع الغرباء في آخر الزمان ولا يزهده في الإسلام قلته. وطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها يقال لها طوبى، وقيل هي كلمة طيبة، وقيل هي الكلمة الطيبة. طوبى لهم حسن، طوبى لهم حسن مآب. نعم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل، قليل من الناس، قليل من القبائل يتمسكون بالإسلام، وأكثر القبائل تكون على خلاف الإسلام وإن كانت تدعيه. نعم. وفي رواية الغرباء الذين يصرفون إلى فسد الناس. نعم، يعني جاء في وصفهم ثلاثة أوصاف: النزاع من القبائل، النزاع من القبائل يعني الأفراد، القبيلة كلها يصير فيها فرد واحد، يصير فيها فرد واحد على الإسلام الصحيح. هذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان يصير غريب. هذا وصف النزاع من القبائل. الوصف الثاني: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون يصدرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون كنا مثل الناس، مش هيك يصير بين الناس من فردين، لا، نتابع الناس، نتابع المجتمع، نتابع البلد. لا، هؤلاء يصلحون ولو كانوا قليلين، ولو خالفهم الناس يصلحون إذا فسد الناس، ولا يفسدون مع الناس، ولكن كونهم يصلحون بين الناس
هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى فقه ومعرفة بالأول. الوصف الثالث يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، يعني يكونون صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الخير، يصلحون قدر استطاعتهم ولا يسقطون، ولا يسقطون. نعم. ورواه احمد من حديث سعد بن ابي وقاص الخبيب، فطوبى يومئذ للغرباء اذا فسد الناس. إيه اذا فسد الناس مصر، يعني ما يثبت على الحق الا من عنده ايمان ويقين وقوه، والا ينجرف مع الناس، ضعيف الايمان او مزعزع الايمان او قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس. نعم. وللتلميذ من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون، نعم. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، قال مصلحون، يعني يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وينشرون الخير. أما إذا كانوا صالحين من أنفسهم ساكتين يهلكون مع الهالك، يعمهم العقوبة في الدنيا، لكن يوم القيامة يبعثهم الله على نياته. نعم. وعن أبي هريرة قال: سألت أبا سعد الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اجتمعوا بالمعروف وتنالوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شقا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا بالله أم منهم قال من منكم رواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا حديث عظيم، حديث عظيم يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يفهم منها بعض الناس أو كثير من الناس أنك إذا صلحت في نفسك ما عليك من الناس، ما تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ما عليك من ذلك. فيفهم من الآية أن معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنك تعتني بنفسك فقط، وهذا خطأ، ليس هذا هو تفسير الآية، ليس هذا هو تفسير الآية. تفسير الآية أنه إذا فسد الناس فلا تفسد، هذا المقصود من الآية، ولا تقلد الناس. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق، ما يسقط. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة. ليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معناها أنك تصلح أنت ولا تنظر إلى فساد الناس، ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تؤولونها على غير تأويل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه.
أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. أليس معناها إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر؟ وإنما معناها أن الإنسان لا ينجرف، لا ينجرف مع الناس، هذا معناه. نعم. هذه تراها مزلة، فهم الآية هذه مزلة، لأن كثير من الناس يظن معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر. نعم. وليس الأمر كذلك. نعم. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أعينوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أنا والله لحتى أجعلها خميرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اهتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. أن يأتمروا بالمعروف والتناهى عنه. إذا ليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر. نعم. حتى إذا رأيتم شبها مطاعا وأرض متبعا. نعم. ودنيا مختارة وإعجاب كل ذي رأس برأيك فعليك بنفسك وتولك العوام. إيه نعم، لا تنجرف، هذا معنى الآية، أنك ما تنجرف مع المنجرفين. وليس معناها انك تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فان من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. اخر الزمان عند غربه الاسلام تحتاج المسلم الى صبر، والا فانه سيلقى من الناس التعب والمشقه، لانه يعيش بين اناس يخالفونه، يخالفونه في كل شيء. عليه بالصبر ولا يذهب للحق ولا ينجر مع الناس، هذا يحتاج الى الصبر. سيذمون، سيعيرون، او ربما يؤذونه ويضربون، او ربما يهددون، لكن يصبر، يصبر لانه على حق، حتى لو قتلوه يصبر لانه على حق. الامام احمد رحمه الله سحب في الاسواق وضرب حتى يغمى عليه رحمه الله وسجن، ولم يعبأ بهذه الأمور، يصبر، يصبر على الحق ولا يطيعه أبدا. هذا معنى، هذا معنى الآية. نعم. للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذه مسألة مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتمسك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر 50 من الصحابة. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لماذا؟ لأن الصحابة مع الرسول والدين عزيز في ذاك الوقت والمسلمون كثيرون. أما هذا هو غريب، ومع هذا تمسك بالدين ودافع عن الدين مع أن ما له أنصار ولا له أعوان، لذلك حاز على هذا الأجر وصار في هذه المسألة أفضل من الصحابة. في هذه المسألة خاصة أفضل من الصحابة، والصحابة أفضل منه في أمور أخرى، الصحبة، الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الهجرة، هو أفضل منه في خصلة واحدة، وهم أفضل منه في خصال. ليس معنى هذا أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقا، لا، أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط. والصحابة عندهم فضائل كثيرة ليست عند هذا، ويقولون أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ينبغي معرفة هذا، الصحابة ما هن أحد أفضل منهم أبدا، لكن الغريب في آخر الزمان في هذه النقطة وهي الصبر وقلة الأنصار والأعوان يكون أفضل من الصحابة، لأن الصحابة عندهم أنصار وعندهم أعوان ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا منا منهم قال منكم. نعم، تنبهوا لهذا، لأن يلتبس على بعض الناس
يظن أن أحد يأتي في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة، لا ما هو أفضل منهم، أفضل منهم في ناحية وهم أفضل منه في نواحي كثيرة. نعم. ها؟ أي نعم. نكتب. صلى الله عليه وسلم وغير الشيء المقارنة بكم ونبع العلمكم الآن مع لأسكم الشيخ رحمة الضيام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. سوف أختصر في بعض الأسئلة لحين لأنه حان عندنا وقت الصلاة، فسأخذ بعض الأسئلة. والأخوة في منطقة عرعر شاركوا معنا وانقطع عنهم الاتصال، ولدينا بعض الأسئلة سنعرضها عليكم أحسن الله إليكم. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، كيف تتم النجاة من فتنة المسيح الدجال غير مسألة الدعاء؟ نعم، النجاة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاغترار بما مع الدجال من الأشياء المموهة، عدم الاغترار بما معه من الأشياء المموهة. والله يدعي أنه الله، يدعي أنه الله، قبحه الله. وبهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن ربك إنه أعور، فإن ربكم ليس بأعور. عنده فتنة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما صحة قول القائل أن وجود الجماعات والفرق المعاصرة والتي تدعو إلى الله كلها على خير؟ وهل حديث حذيفة ترد على هذه المقولة: أفتونا مأجورين؟ نرجو أنهم يكونون على خير إن شاء الله، ونحسن الظن بهم. وإن كان عند بعضهم أخطاء، ما دامت عقيدتهم سليمة، ما داموا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، فهم من أهل السنة والجماعة، ونرجو لهم الخير. وإن كان عندهم أخطاء فتبين لهم، تبين لهم الأخطاء. أما إذا كان عندهم انحراف في العقيدة وضلال في العقيدة فلا، ليسوا منا ولسنا منهم، لا يكون منا إلا من كان على العقيدة الصحيحة وعلى الدين الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل من كان في بلد ليس فيه جماعة ولا إمام للمسلمين يدخل مع بعض الجماعات والفرق؟ إذا كان فيه جماعة على الحق ومتمسكة بالحق يكون معه، ولو كان ليس يكون لهم إمام على قدره. الإمام قد يكون أنه إمام جزئي يأمرون عليهم واحد مثلا، هذه العادة في الأقليات المسلمة أنهم يأمرون واحد أو يكون لهم مركز، فهذا يقوم مقام الإمام، رئيسهم يقوم مقام الإمام إذا كانوا أهل سنة وأهل جماعة ولهم رئيس أو أمير، يكون هذا يقوم مقام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي جوال يحتوي على كاميرا فيديو وكاميرا فوتوغرافية، وأستخدمها في الخير إن شاء الله مثل تسجيل المحاضرات وغيرها، وأصور بعض الأحيان صورا لأطفالي في البيت، فما رأيكم حفظكم الله؟ أما تسجيل المحاضرات وتسجيل القرآن وهذا شيء طيب، أما التصوير فهو باطل، ما يجوز تصوير، ما يجوز، حرام تصوير أولادك أو تصوير غيره، تصوير ذوات الأرواح حرام وملعون من فعله، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فعليك بتجنب التصوير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة من منطقة عرعر. يقول السائل: إذا توفي رجل وترك مالا وساهم أحد الورثة في نماء هذا المال، فهل يجوز له أن يأخذ نصيبا أكبر مقابل تنميته؟ أعيد السؤال. يقول: توفي رجل وترك مالا
وساهم أحد الورثة في نماء هذا المال، فهل يجوز له أن يأخذ نصيبا أكبر مقابل تنميته لذلك المال؟ ألا تراجع به المحكمة الشرعية، السائل يراجع المحكمة الشرعية والقاضي يتولى هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل عدم ذكر الدجال على المنابر من علامات الساعة الصغرى، حيث أننا نشاهد غفلة من الناس عن هذا الموضوع الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا شك أنه من علامات الساعة، أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينسى ذكره في آخر الزمان. هذا من علامات الساعة، لكنها العلامات المتوسطة ليست الكبرى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل متهاون بالصلاة، ونشهد نحن جماعة المسجد بأنه لم يكن من المحافظين على الصلاة بالمسجد، سؤالنا حفظكم الله: هل نصلي عليه صلاة الجنازة ونستغفر له؟ إذا كان يصلي ولو كان يترك الجماعة، ما دام يصلي ولا ترك الصلاة فهو مسلم، ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، هذه معصية لم يصلى عليه. أما إذا كان ما يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا وحده، هذا لا يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق الأنترنت، يقول السائل: عندي وقت فراغ في العمل ما يقارب 5 ساعات فأكثر، فهل يجوز لي أن أنام في هذا الوقت أو أقرأ القرآن، علما أني أنام في مكتبي على الكرسي فقط؟ نعم، إذا كنت في مكان العمل ومهيئ لنفسك للعمل واستقبال من يأتي فقد بدأت المجهود. أما النوم لا تنام، النوم تنام البيت. وأما أنك تقرأ القرآن أو تطالع في كتاب هذا شيء طيب، ولا تحفظ الوقت ما يضيع، هذا لا بأس حتى يأتي المراجع. أما النوم لا، تنام في بيت، ما جئت للنوم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الذي لا تقام عليه الحجة في هذا الزمان هل يكون من أهل الفترة، ومتى نعرف أن هذا الشخص أقيمت عليه الحجة؟ أهل الفترة الذين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجة على البشرية. والقرآن الآن يتلى، وهذا من آيات الله ومن الدليل على عموم رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يتلى على رؤوس الأشهاد الآن، ويبلغ المشارق والمغارب، وكذلك الدروس والمحاضرات تبلغ المشارق والمغارب وتترجم باللغات. الحجة قائمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شاب جاهل بأحكام البيوع وأريد شراء سيارة من بنك الراجح بالتقسيط، فما حكم ذلك؟ نعم، إذا كان الراجح عنده سيارات تشري منه سيارة بالتقسيط. أما إذا كان ما عنده سيارة يروح للمعارض ولا يروح للشركات لا، ما يجوز، لأن هذا بيع ما لا يملكه. أما إذا كان عنده سيارة في حوزته تشتريها منه بثمن مؤجل على أقساط، ثم تستلم السيارة وتبيعها على غيره، على غير محل الراجح، ألا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ولعلي أختم بهذا السؤال، ويقول هو سؤال هام، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ظهرت في الآونة الأخيرة بعض النوادي الرياضية النسائية بالانتشار في هذا البلد، وفي هذا اليوم قرأت بصحيفة الوطن خبرا عن أحدها بالمنطقة الشرقية. يا شيخ، نحن لو أنكرنا لا أحد يسمعنا، وهذه المراكز فيها السباحة وتمارين عديدة، ويوجد فيها مدربات من جنسيات عربية، ولا يخفى على فضيلتكم ما فيها من بداية خطر عظيم، نرجو منكم تنبيه المسؤولين على ذلك وإنكار هذه النوادي حفظكم الله. نعم، هذا ينشر ويقال فيه دعاية سيئة لتمريد المرأة على أوامر الدين، وعلى دعوة سيئة
إخراج المرأة عن طورها وأنها تنزع الحياة والعفة والحجاب إلى آخره. يعني أعوان الشيطان يدعون إلى هذا، ولكن نرجو الله أن يثبته. والإنكار حاصل ولله الحمد، ومراجعة المسؤولين حاصلة، لكن مع هذا كل من المسلمين يقوم بما يستطيع من الإنكار والإبلاغ والكتابة للصحف والرد على هؤلاء، فإذا تضافرت الجهود حصل المطلوب إن شاء الله. نعم، الله جل وعلا يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا حصلت مقاومة أولياء الشيطان فهم ضعيفون مثل سيدهم ورئيسهم ضعيف، أما إذا تركوا فإنهم يقوون. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا ننتقل الإخوة في الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صاحب الفضيلة: إن نحبكم في الله، وسؤالي هو: هل الذي ينكر بقلبه بدون أن يتكلم يعتبر من الذين ينكرون المنكر ويكون من ضمن الناجين؟